بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، سلام الله عليكم أينما كنتم. ذكرنا في الحلقة الماضية بأن الله عز وجل قبض الروح نتاع سيدنا آدم اللي هو أول البشر وأبو البشر، فمن بعد ما عطى الله عز وجل وصية من بعد آدم الولد شيت. غادي نكمل السلسلة ديالنا وغادي نعرفوا التفاصيل اللي وقعوا، وكدائما ركزوا معايا في هذه الحلقة لأنه في الأخير غادي يكون عندكم سؤال باش نعرفكم واش قدرتوا تركزوا ولا لا، لانه جواب الحلقه الماضيه شنو اللي خلى ابليس انه ما يسمعش الامر مولانا هو التكبر، الجواب اللي كان عند جلكم صحيح. خلينا ما نطلش عليكم اكثر، نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. مر الناس على التوحيد لمدة 10 ديال القرون. يقال بلي انه من بعد شيت عليه السلام جاء نبي الله ادريس اللي كان اول بني ادم اعطي النبوة من بعد سيدنا ادم وسيدنا شيت عليهم السلام، واوحى الله لنبيه ادريس اني ارفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني ادم لعله من اهل زمانه. بمعنى جميع بني ادم يعني في العصر دياله وفي حياته كل الاعمال ديالهم في اليوم تجعل ايضا مثلها لسيدنا ادريس عليه السلام، لأنه دلهم على الخير وعلمهم الخير، فكان كل الأجر لإدريس عليه السلام. فسيدنا إدريس بغى باش أنه مولانا يزيدوا في العمر ديالو، يطول ليه في عمره باش أنه يزيد من العمل ديالو، غادي يكلم ملكا من الملائكة باش أنه يديه الملك الموت ويستأذن منه باش يأخر الله عز وجل العمر ديالو. فإذا بهذاك الملك غادي يهز سيدنا إدريس عليه السلام ما بين جناحيه ثم صعد به للسماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، والموصل للسماء الرابعة تلقى هذا الملك مع ملك الموت مستقبلا نازل، فسول هذا الملك ملك الموت باش أنه يأخر لسيدنا إدريس الروح ديالو ما يقبضهاش ليه، حيتاش سيدنا إدريس عليه السلام بغى باش أنه يزداد العمل ديالو في هذه الدنيا، وبغى من الله عز وجل أنه يطول ليه في العمر باش يزداد ليه الأجر ويزداد ليه الخير وحتى العمل والحسنات. ولكن غادي يقول ليه ملك الموت فينا هو إدريس؟ فقال الملك ها هو ذا على ظهري. قال ليه ملك الموت يا للعجب. قال ليه الملك الآخر علاش كتقول بحال هكا؟ قال بعثت وقيل لي قبض الروح نتاع إدريس في السماء الرابعة. الله أكبر، تيقول تعجبت كيفاش نقبض الروح نتاع إدريس في السماء الرابعة وهو على الأرض، ومولانا أمرني أنني نقبض روحه في السماء الرابعة ودابا هو بنفسه جا عندي لهاد السماء. قال ليه الملك الآخر أخرها. قال ليه لا، أمرت أني نقبض الروح ديالو فقبض في السماء الرابعة وبقي إدريس في السماء تما. ولما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام للسماء السابعة مر في السماء الرابعة فإذا بإدريس عليه السلام اللي رفعه مولانا عز وجل. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أيه سيدنا إدريس عليه السلام رفعه مولانا عز وجل لواحد المكان اللي هو عليا، بمعنى مكان مرتفع، وبقى في السماء الرابعة غادي يطلب من الله عز وجل الزيادة والخير، ولكن رفعه لواحد المكان اللي هو عالي. بقوا الناس يعيشوا على التوحيد من بعده، وبقات البشرية عشرات ديال القرون بحال هكاك، الله أعلم بالقرون واش المقصود فيها 100 سنة كيف دابا أو لا القرون أنذاك كانت كتختلف بمعنى كتحتوي على 1000 سنة. المهم علم هذه التفاصيل عند الله وحده. المهم هما غادي يعيشوا 10 ديال القرون كلها على التوحيد كلها على الإسلام، حتى غادي يبدأ الشرك كيدخل ما بين الناس. وردوا البال كيفاش بدأ الشرك في البشرية، كان هناك واحد الرجال اللي هما صالحين كانت الأسماء ديالهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا بهم 5 ديال الرجال اللي هما صالحين. لما ماتوا هاد الرجال الصالحون أنا ذاك غادي يبان إبليس والخبط ديالو، مشى عند الناس وقال لهم بلي هؤلاء الصالحين راه ماتوا دابا، فحطوا على القبور ديالهم واحد النصب بحال التماثيل او لا الحجاره او لا غيرها باش تذكروهم بها، وانتوما اذا شفتوا غير داك النصب راه عبدتوا مولانا عز وجل وذكرتوه. فعلا تحط هذاك النصب وقال لهم حطوا النصب حتى في الديار ديالكم باش تذكروا عباده الله عز وجل، وهنا غادي تنتشر النصب والتماثيل ما بين الناس. لما تهلك هذاك القرن وهذاك الجيل وأهل العلم فيهم وبان أهل الجهل بدأ الشيطان يوحي إليهم حتى عبدت هذيك الأصنام من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دوك 5 ديال الرجال الصالحون انتشر الشرك ما بين الناس وبقوا الناس في ذاك الشرك، ولا الشرك هو الأصل ما بينهم، ولو الموحدون اللي هما قلال بزاف حتى فناو. وهنا فين مولانا غادي يبعث لهم نبي الله نوح عليه السلام.
هنا ما غاديش نقطع لكم القصه، لانه القصه تاع سيدنا ادريس جد قصيره، داكشي باش زديتهم لكم بزوج. دابا غادي ندخل معكم في تفاصيل القصه تاع سيدنا نوح عليه السلام، اول رسول على وجه الارض اللي غادي يجي بالشرع الجديد وبدين جديد، لان الدين انذاك كان ضاع والتوحيد فنا في الناس. فرسل مولانا عز وجل رسولا، اول رسول اللي هو نوح، وكيوصل النسب ديالو شيت بن ادم عليه السلام. فنوح عليه السلام بعث في القوم ديالو اللي كانوا تعبدوا الاصنام والاوثان، قال لهم يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انا خايف عليكم عذاب يوم القيامه، خايف عليكم انه يهلككم مولانا عز وجل. شفتوا على اسلوب كيفاش كان داير؟ كاع الانبياء وكاع الرسل بعثهم مولانا للتوحيد باش يوحدوا الله عز وجل، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوني. فاذا بالملأ، شكون هما الملأ؟ هما الكبار ديال الناس، القادات ديالهم، اهل الطبقه اللي هي العاليه. جاوبوا نوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. وقالوا له ايضا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. شنو جاوبهم نوح عليه السلام؟ قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. تيقولوا لي كنشوفوك في الضلالة، وهو تيجاوبهم بنفس الأسلوب، تيقول لهم يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. إنه صبر الأنبياء وعلى الأقوام ديالهم، وحتى الجواب ديالو اللي كان حسن. من بعد شافوا في نوح عليه السلام وقالوا له يا نوح شكون اللي تيتبعك؟ هانت شوف ما كيتبعوك الا اراذل الناس، بمعنى احقر الناس، الفقراء والمساكين. اما نحن فنحن علية القوم، حنا كبار الناس، واش نتبعو حنا هؤلاء؟ ولا عرفتي شنو؟ اذا بغيتينا نتبعوك يا نوح طرد هؤلاء الفقراء، طرد هؤلاء المساكين، طرد هؤلاء الناس، ربما نجلسوا معاك ونسمعوا ليك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وهنا غادي يدخلوا في واحد المسألة واحدة أخرى، غادي يحتقروا أصحاب نوح عليه السلام باش يبعدوه لهم، ولكن نوح غيجاوبهم بكل ثقة. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. بمعنى إذا كنتم نتوما الجاهلون وما كتفهموش هاد الدين وما كتفهموش هاد الوحي، أنلزمكموها، أنجبركم على الاتباع، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أما أنا يا علية القوم ما تطلب منكم لا مال ولا وظيفة ولا جاه ولا منصب ولا ذهب ولا حتى فضة، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. وهذه هي شيء من الأنبياء والأخلاق ديالهم، كانوا كيخدموا مولانا عز وجل، ما كانش المراد ديالهم بالدعوة بالأموال ولا الناس ولا الفضة ولا المناصب ولا حتى الرئاسة، عمر ما كان هذا هدفهم أصلا. كون غير حطوا يديهم للسماء ربي غيفيض عليهم داكشي كامل، ولكن هما باغيين وجه مولانا. اما دوك الفقراء والمساكين اللي كيدويو عليهم هم اتباع الانبياء واتباع الرسل، واغلبهم داير بحال هكا. كما قال هرقل لما سئل ابا سفيان قبل اسلامه من اتبعه، قال ابو سفيان ضعفاء الناس وفقراءهم. قال هرقل هكذا اتباع الانبياء. المهم قال نوح عليه السلام لقومه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم إذا أنتم طردتهم القضيرة ما بيني وما بين الله، لأنه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيفاش غادي نطرد عبادا لله؟ كيفاش غادي نمنع أولياء الله عز وجل ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين؟ شكون غادي يتجرأ على أنه يتعدى على ولي الله عز وجل؟ ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ فنوح عليه السلام ما استسلمش، وبقى كيدعيهم لمولانا، وبقى صابر عليهم، وبقى كيجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن هاد القوم يصرون في العناد ديالهم وفي الكفر ديالهم وحتى الضلال ديالهم. ولكن شوفوا ردوا معايا البال الأسلوب كيفاش خاطبهم به سيدنا نوح عليه السلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. شفتوا كيفاش تيحببهم إلى طاعة الله وعبادته؟ إذا عبدتم الله استغفروه وغادي يصفت لكم الشتاء وينبت لكم النبات والغيث وغادي يخرج لكم الخيرات، إذا فقط أطعتم الله عز وجل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واش عرفتوا شحال من سنة بقى سيدنا نوح عليه السلام وهو كيدعوهم وهم ما مسوقينش ليه؟ كيدعيهم لمولانا وهم كيمتنعوا، بقى على هذا الحال 1000 سنة إلا 50 عام. عرفتوا شنو كانوا تيردوا عليه؟
كان كل ما دعاهم المولانا كانوا كيتخشاو في الثياب ديالهم اولا كيحطوها على الرؤوس ديالهم اولا كيحطوا صبعانهم في ودنهم باش ما يسمعوش سيدنا نوح اذا دوا ولا يشوفوه ويقدر يأثر عليهم. كانوا ايضا تيحطوا الثياب ديالهم على الاعين ديالهم باش ما يشوفوش ولا يسمعوا، كانوا دايرين بحال المجانين. ايه شفتوا كيفاش تعاملوا مع اول رسول على وجه الارض؟ هو شنو تيطلب منهم؟ فقط انهم يستغفروا الله تعالى ويعبدوه. غادي يقول مولانا قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح كان الليل ديالو دعوه والنهار ديالو دعوه، اذا جلس بوحده عبد الله عز وجل وتفرغ للعباده. دعاهم في الليل، دعاهم بالنهار، دعاهم جهرا ودعاهم علنا وحتى سرا. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. فهاد الوقيته هما كان عندهم واحد الملك اللي كان هو ظالم، اللي كانوا كيتبعوه وكيعبدوا الاصنام اتباعا له، حتى هو تيدير هادشي. فاذا بهم كل ما دعاهم نوح عليه السلام كيتبعوا داك اللي هما اللي كيظنوا بلي انه على حق واللي هو الملك، ونوح عليه السلام عند بالهم بلي انه غير باطل. فقال نوح عليه السلام قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خساره. يا ربي راهم تبعوا هذا الرجل اللي ما زاد المال ديالو ولا الولد ديالو الا خساره، ودابا راه بداو كيهربوا مني، كيهربوا من نوح عليه السلام وكيمتنعوا على الاستماع ليه. واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستخشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. سيدنا نوح عليه السلام استعن بجميع الاساليب، لا في الجهل ولا حتى في العلم، وبدا في الملائكه يغوتوا كينادي بالليل وبالنهار، ولكن بداو كيحرضوا الناس على نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن الهتكم، زعما اياكم انكم تتركوا هذيك الالهه ديالكم والاصنام ديالكم وهاد التماثيل ديالكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نوح عليه السلام كيجادلهم وما كيجاوبوه، يقولون له تيقولوا ليه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ولكن نوح عليه السلام بدا كيتحداهم مع اللي كان تابعوا من الفئة ديالو اللي هي قليلة، قيل بلي أنه 8 ديال الرجل ومرأة وقيل 10 فقط. المهم هما راسهم والو قاسح، بقوا على هاد الحال 1000 سنة إلا 50 عام. ومع هذا نوح صبر ما ملش عليه السلام، مشى للقوم ديالو كيتحداهم من جديد. سولوه شنو بغيتي يا نوح؟ راه حنا عيينا منك. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يا قوم أنا توكلت على مولانا، شنو بغيتي يا نوح؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يا قوم قتلوني دابا، أكيدوني جميعا، نكروبي، ما تأخرونيش وما تسنونيش. شنو كتملك يا نوح؟ واش القوم ديالك كثار أقوياء؟ لا، أتباعك ضعفاء وقلال وما عندهم حتى شي حاجة. أنت شنو كتملك يا نوح؟ أي سلاح هو عندك؟ إنه أعظم سلاح فعلى الله توكلت. توكل على مولانا اللي هو أعظم وأكبر سلاح تيملكو نوح عليه السلام. فمن بعد 900 عام أو نحوها كيوحي مولانا عز وجل النوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ما تحزنش يا نوح، الله عز وجل راه معاك. ودابا سالات القصة وتقفل باب الهداية. نوح ما غاديش يهتدي من قومك احد من بعد اليوم، وما غاديش يامن شي حد من قومك من بعد اليوم. ولكن سيدنا نوح عليه السلام خاف ليتولد مولود ويبقى على الكفر وتحرق بجهنم. خاف نوح عليه السلام ان يضل القوم المؤمنون الضعفاء القليلون اللي بقاو معاه. وهنا غادي توقع معجزه عظيمه في الارض اللي جلكم عارفه، ولكن غادي نعاودها لكم وغادي تسمعوها بطريقتي. غدا ان شاء الله غادي نعاود نضرب لكم موعد مع 10 مساء بتوقيت المغرب. ولكن قبل نسينا سؤال الحلقه، شحال كانوا اتباع سيدنا نوح عليه السلام؟ كانت نسبة لي قليله، اذا كنتي مازال باقي عاقل خلي لي الجواب لتحت باش نعرف واش كنتي مركز ولا لا. انا عطيتكم واحد الرقم اللي هو تقريبي ما بين وما بين، وهنا غادي نشوفكم واش ركزتوا ولا لا. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو غدا ان شاء الله. سلام سلام.